كمان دلوقتي هنروح معاكم سريعا لفقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها أهم اللي نشر نجوم الرياضة على صفحاتهم الخاصة والرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبتدي مع أستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي نشر صورة من مؤتمر توقيع عقد رعاية شركة بريزنتيشن سبورتس للنادي الأهلي، وكتب قدر النادي الأهلي. كمان المحترف المصري عمرو طارق نشر صورة على انستغرام من ماتش فريق اورلاندو سيتي الامريكي قدام كولومبوس واللي انتهى بفوز فريقه 2-1، كتب شكرا مشجعي اورلاندو سيتي على دعمكم حتى النهاية. نشر عمرو وردة المحترف باوك اليوناني صورة على الانستغرام وكتب مدينة واحدة فريق واحد. محمد النني المحترف في أرسنال الإنجليزي نشر صورة على تويتر بعد فوز الجانرز على ليستر سيتي في البريمير ليج امبارح 3-1 وكتب الفوز العاشر على التوالي، أحب هذه المباراة. كمان نشر أوناي أمري مدرب الجانرز صورة على تويتر وكتب أجواء رائعة كالعادة إلى الأمام دائما. نشر مسعود زال على تويتر صورة من احتفاله وسجوده بعد الهدف اللي أحرزه في المباراة وكتب الحمد لله. نشر أوباميانج اللي أحرز هدفين صورة على تويتر وكتب حول حزنك أو حول حزنك لطاقة وقوة إيجابية وانقلهم لزملائك في الفريق، شكرا كابتن أوزال وشكرا هاكتر على الأسيست. نشر برضو مستعبي لاعب الجانرز صورة من غرفة خلع الملابس بعد المباراة وكتب الفوز العاشر على التوالي، الفريق كان حاضر اليوم. صفحة البريمير ليج على انستغرام نشرت صورة أو كان منهم صورة مكتوبة عليها شارك بديل في الدقيقة 61، أحرز في الدقيقة 63 وأحرز مرة أخرى في الدقيقة 66، هذا هو تأثير أوباميانج. كمان نشرت صفحة في الجول على الانستغرام صورة لأوزال وكتبت برصيد 30 هدف مسعود أوزال أصبح أكثر لاعب ألماني تسجيلا للأهداف في البريمير ليج بالتساوي مع يورجن كلينزمان، ليلة ساحرة من أوزال. من الأرسنال بقى نروح للصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر واللي احتفلت بعيد ميلاد الأسطورة بيلي النهاردة وكتبت أحيانا أستلقي ليلا وأتساءل لماذا لا أزال مشهورا، بصراحة لا أعرف الإجابة، عيد ميلاد سعيد لأسطورة كرة القدم على مر العصور الملك بيلي يتم 78 سنة اليوم. كمان احتفلت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي على تويتر بعيد ميلاد ألفارو موراتا النهاردة وكتبت عيد ميلاد سعيد موراتا. نروح لنادي ليفربول الإنجليزي واللي احتفل بعيد ميلاد لاعبه فابينيو كتب نتمنى عيد ميلاد سعيد للاعبنا البرازيلي. صفحة باتشر فوتبول على الانستغرام نشرت فيديو لجريزمان نجم أتلتيكو مدريد في تدريبات الفريق، تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي وصل مانشستر يونايتد امبارح استعدادا لمواجهة يوفنتوس والمان يونايتد في دوري أبطال أوروبا النهارده، طبعا زي ما احنا عارفين مانشستر يونايتد كان فريق رونالدو الأول قبل ما ينتقل لريال مدريد الأسباني. رونالدو نشر صورة على الانستغرام من ملعب الأولد ترافورد وكتب شكرا على الاستقبال الرائع، دايما أشعر هنا إني في بيتي. كمان نشر باولو ديبالا لاعب اليوفنتوس على تويتر صورة لزيارة الفريق للأولد ترافورد قبل المباراة وكتب مسرح الأحلام أن تلعب على ملعب تاريخي كهذا يتطلب منك تضحيات كبيرة. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الانستغرام فيديو قبل مواجهة بكرة مع نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وكتبت هل أنتم مستعدون؟ تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع مرة ثانية.